Pensa di come cazzo dormi. إذا متابعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة، بالضبط من حي بافلوري. بافلوري ياك بافلوري. كما كتشوف معنا هاد السيد اللي معنا هنا كيعاني من واحد المشكل. المشكل هو ديال البناء العشوائي بينه وبين الجار ديالو. هاد الجار ديالو كانت عنده تراسة مدورة غير بالحديد، كيهرس كل مرة كيهرس الجزء ديال الحديد وكيركب وكينوض كيبني سيما ولا جور، وما عنده لا رخصة ولا حتى شي حاجة بصفة نهائية، مع العلم أن الرخص يعني ما كاينينش دابا، الرخص موقفين. فاش كيتصل بالمقدم يعني تحد ما كيستجب له، بحال اللي كتكب الماء في الرمله، فما عرفناش هادشي هذا فين غادي يوصل. متابعي قناه شفت، خليكم معنا نسمعوا من عند المعني بالامر، نسمعوا المعاناه اللي كيعاني منها والضرر اللي كيعاني منه. السلام عليكم. انا هاد السيد هذا الجار ديالي كيضرني بزاف، وهاد السيد هذا كما كتشوفوا هو فين هو كيبني غير قانوني عشوائي بدون رخصه، وفتح باب الجهه ديالي جهه الجرده، عندي خوتي والوالده كتخرج وعامل كاميرا جهه الجرده، وكنتصلوا بالمسؤولين ما بغاوش يجيو، ما كاين والو، عملنا النداء للمسؤولين. السيد كيبني بدولانيه من الطبقه الثانيه، ومع العلم عاوز التريطوار ها هو داه كامل هنايا كما كتشوفوا التريطوار، ها هو ما كان معنا من دوزو خصنا نخرجوا من الشارع، ها الطوموبيلات واقفه في وسط الشارع، عاوز عامل لوكاسيون ديال الطوموبيلات هنا بيع وشراء بدون رخصه، فيلا رده كامله ما بقاتش جارده، رده كامله قسمه بيع وشراء، وكنادوا مسؤولين حتى هذا من نهار الاربعاء كنتصلوا بهم، حتى واحد ما جا، كيقول لك احنا ما جينا ما كيجيوش، ها هما بناو كما كتشوف العشوائي خدام، انت كتشوف وسط الله اكبر ما كاينش اللي يهضر معاهم. والسيد هذا كيدعى بان عنده النفوذ ولاباس عليه، وكيدعى بالقوه وعنده السلطه، وكيقول لك هو يعمل ويفعل، وعينا عليه عينا معاه الغالب الله. دابا حنا باش التجأنا للصحافه شفنا راه ما كاين لا تدخل لا والو، ما شفنا لا تدخل المسؤولين لا والو. البارح الحادة هو جا شي 20 خدام هنايا مع تسنية الصباح في يقنا كيريب هنايا داخل اللاجور، خدام كلشي خدام، وعنده الرخصة عادية غير ديال إصلاح الصباغة والجليش باش يبني الطبقة الثانية والثالثة ويريب، اللهم هذا منكر. والمسؤولين خصهم يتفاعلوا معنا في هذا الموضوع، هذا راه الإنسان غير قانوني، ما كاين لا رخصة لا والو، راه خصو يطبق عليه القانون فوق الجميع. السيد كيقول لك أنا غنبني صحة، فين واد قانون هذا؟ خصو القانون يطبقوه يوقفوه يزولوا له داكشي هذاك اللي عمل. دابا هانتوما كيف كتشوفوا التريطوار ما عندي من دوز منه، هانتوما شوف الناس ما عندي دوز، ما يدوزوا من هنا عادي يخرجوا فحالهم جاد من هنا، الطونوبيرات كاملين صابرين التريطوارات كي باركي في هاد السيره هادي كامله الطونوبيرات، هو مسيطر في هاد الحومه هادي في هاد الحي هذا، راه مسيطر فيه، مسيطر لا بالنفوذ ديالو ولا بالقوه ديالو ولا بالظلم ديالو، اللهم هذا منكر الاخوان، الله يهدي ما خلق. كنتمناو يتفاعلوا معنا المسؤولين. باش كنطالبوا دابا؟ كنطالبوا يوقفوا لنا هادشي هذا،
السيد راه كي ما بغاش يتفاعل معنا يوقفوا لنا هادشي هذا. هادشي هذا راه سي وظلمنا بزاف، كرفصنا هاد السيد هذا وظلمنا بزاف، لان كيقول عنده النفوذ و يعني يده طويله بالعربيه كما كنقولوا، وما عرفناش واش قانون كيمشي على الجميع ولا قانون كيمشي على الفقراء، ما فهمنا والو. حنايا حنا كنعرفوا قانون يتطبق على كل شيء. انت كما كتشوف ها هو الى الشرفين وفوسط الله اكبر، هو كيزيد الطبقه الاولانيه كيزيد الطبقه الثانيه فوسط الله اكبر، حتى واحد ما كيهضر معاه، حتى شي مسؤول حتى شي مسؤول ما كي ما جا كيهضر معاه. غير الصباح هذا وعندي دلائل، هادشي هذا اللي كنقولوا عندي دلائل، عندي يعني فيديوز، عندي تصاور، ومؤخرا عاودت دابا ما نقدرش حتى نهضر، لان علاش عاود وصلونا شي تهديدات البارح، عاود شدنا شي مسؤول كيهددونا يعني ما تهضر ما تتكلم ديها في راسك، ما نقدروش نهضروا. علاش كيقول لك لا حنا ما خدامينش معاك، ما هذيك راه الخدمه ديالكم يعني. دابا حتى المسؤولين اتصلنا بهم كيقول لك اسيدي انت ديها في راسك يعني ما تقدرش تهضر، كيهددوك غنعمل لك شكايه تمشي 3 شهور ديال الحبس. ما فهمناش حنايا واش الدوله الحق والقانون، هذا المغرب فيه الدوله والحق والقانون والسياده، ولا الدوله هذه غير مسجى غير هيدا كغابه. والله زعما لا اله الا الله، والله العظيم لا اله الا الله. هذا هو الاخ ديالي وعارف شنو كاين. السلام عليكم، تبارك الله عليكم. احنا عندنا المشكل ديال هاد، انا المشكل ديال هاد البناء العشوائي دابا انا فيه مشكل، فهمتي؟ نورمالمون راجل السيد خدام بلا رخصه ولا حتى شي حاجه. نورمالمون حنايا عندنا هنا فيلات ماشي عندنا سكنات، فهمتي؟ في دابا السيد هذا غطاينا تما كتشوف تمشي تشوف الضرر اللي كيعمل لنا. السيد دابا خدام على برا وخدام من داخل. حنايا مشينا دابا، انا مشيت عملت شكايه، نزلت الشكايه ديالي عند في المرحله الاداريه، دابا رجعنا فين نزلت الشكايه عند الباشاوي، وانا نزلت الشكايه عند السيد الوالي، فهمتي؟ ما نشوفوا المشكل هذا، حيت حنايا كنعيطوا كنسقسيتوا، واحد ما كيبغي يجي يعني حتى واحد ما كيبغي يعطينا شي راس الخيط، فهمتي كيفاش؟ الاولاني النداء الثاني، فهمتي؟ حتى واحد ما كيجينا حتى عم يستجيب معنا. عاد انا عندي قاعه الافراح هنايا، عندي قاعه الافراح راهي فين؟ هذه قاعه الافراح انا كان كيحربني كان كيعمل لي مشكل هنا. هي القاعه ما بقات ما خدامه والو، كانوا الناس كيجيو كيحضروا كيجيو يعملوا العراسات ديالهم هنايا. اقسم بالله العلي العظيم اللي كيجي كيشبر الماء وكيكبوا على عباد الله، على الناس حضاري كيكب عليهم الماء بالكومه ديال الماء، كيبقيروش عليهم الماء تما، كيروش عليهم الماء شحال مره سيار علينا بيضا سيار علينا كيسان، ما مره ما جوج كان كيحارب الناس، الناس هربوا لي بقيت قاعه ما بقيتش خدام بها انا. هو داك هو سبابي هذا الجار، هذا هو سبابي، هذا ما جر ما والو، عا كيتعدى علينا، فهمتي؟ حنا عينا صابري عينا صابر، حنا خسرنا فلوس ديالنا شحال مثلا ديالنا، انا عندي هنايا خسر سقينايا في الاخر، انا ما خدام ما ردام، وعاد دابا يكمل يشد عليا من هنا، وخدام بالقوه، فهمتيني؟ كيجيب مع المية يخدموا كيمشيو في حالهم، كيجيب فهمتي ملي كيسيق الخبر بان ما جا مثلا ماشي القياد ولا ماشي مثلا مقدم ولا شي حاجه، كيوقفوا الخدمه كيمشيو في حالهم. حنا بغينا يتولوا الحق ديالنا، حنا خصنا انا كخصني خصنا ينصفنا، حنا خصنا حقنا، حنا بغينا الحق ديالنا، اعطيونا حقنا. الا كان هو هادشي هذا قانوني، حتى انا بدي اعطيوني انا البنيت انا هنا نعمل شي تنعملو قانوني او لا. شوف غير الباب ضد الدار، الحق هو هذا، كاين شي باب ضد الدار، فهمتي؟ كطلع على الجرد الواحد، والطريقه هي معرطه من ليهن، راه الطريق عندي معرطه من ليهن، الطريقه هي معرطه، كاين ساق كاين الطوموبيلات باب دابا، غير خرج واحد دابا يخرج غير من الدار يخرج يتسخر ولا شي حاجه، تينا كتشوف كخص تخرج على الشارع، خص تخرج بحال الشارع وتمشي بحالك. وعاد انا كانوا عندي هنايا بلايك ديال ممنوع الوقوف والتوقف، هما زولوهم لي صحه وكنخلص الضرائب ديالي، زولوهم لي ديال الافراغ والشحن، كانت عندي هنا كان عندي بلايك هنايا زولوهم لي من هفاي، هما زولوهم لي من هنا صح. علاش؟ باش هو يباركي الطوموبيلات ديالو، باش هو باش بغيت تسيطر علينا هنايا، يمكنش يتسيطر علينا هنا. باش كتعرفوا شنو الطلب ديالكم؟ طلب ديالنا ينصفونا، يعطيونا حقنا، مسؤوليتنا الحق ديالنا، يوقفوا هاد العشوائيه اللي كاينه هنايا اول حاجه، ويشوفونا المشاكل اللي كنضروا منا. ما كاينش، حنا خصنا المسؤولين الكبار يشوفوا هاد الشيء هذا اللي واقع، لان هاد الشيء هذا الرخصه ما كايناش. وزيدكم الحاجه، انا دفعت الرخصه المقاطعه ديال طنجه المدينه، على حساب انا بغيت نطلع واحد الحد، بغيت نطلعو تما حيت الباب اللي كيخرج منه هو راه كطلع على الجارده ديالي، عندي الحرمه، عندي الوالده ديالي، عندي خوتي بنات كيخرجوا هنا، كيخرجوا مثلا يسيقوا ولا شي حاجه، يخرجوا يسيقوا تماك، انا ما كنجبرش، فهمتي؟ انا ما كنجبرش دابا كيفاش غادي نعمل.
دابا انا الوالد فهمتي، انا الوالد دابا انا كنقول لك كيبغي يخرج مثلا غير السيق ولا شي حاجه، هات انك يخرج من تما كيبقى يشوف حشومه الحرمه هذه الحرمه. مشيت انا مشيت انا بغيت الحيط، بغيت نطلع كاع الحيط ديالي من تما باش نغطي على ديك الباب ما يطلعش عليا. هما الرخصه هي دافع، انا دافع الطلب ما بغاش يعطيني الرخصه ديالي سنين ولا 4 سنين، وهو دغيا كيعطوا له الرخصه يبيني عدل وهذا ما يمكنش هذا. اللهم هذا منكر فهمتي، حنا ماشي لا شي حاجه، لا هو ما خدامش، هو عنده رخصه الاصلاح، اصلاح مكتوب فيها مثلا هذه الصباغه يبدل شي زله ماشي ديال البناء فهمتي. شوفي حنا كنطالبوا، حنا كنطالبوا يجيو المسؤولين يشوفوا هذا المشكل هذا صافي، يجيو يشوفوا لنا المشكل هذا صافي. هذا الا السيد هذا مثلا كيدعي هو قوي ولا شي حاجه، حنايا اخي ديالي حنايا حنايا حنا كنطالبوا بالحق ديالنا، حنايا كاين اللي عين صفنا يعطينا الحق ديالنا هاتي اللي كاين. شكرا بزاف. اذا متابعي قناه شوف تيفي، كما سمعت معنا المعاناه ديال هذا الجار والاخ ديالو مع الجار ديالو اللي كيبني ومستغل الراسي في كامل مستغل الملك العمومي، فلا حول ولا قوه الا بالله. خاص من السلطات يتدخلوا في هذا الشيء هذا ويشوفوا الحل في اقرب وقت، ونتمنى الله يكون خير. متابعي قناه شوف تيفي حاليا وصلنا نهايه البث المباشر، نتلقاو بعد قليل في بث مباشر اخر.